سفر بيني انتي حامل ست زليخة. ادفعي حق دمه وخدي الرسالة. يعني ثلاث أربع أسابيع. إذا ما جبتي المصاري الرسالة بتوصل للدرك. الإجهاد خطير، يمكن ما تحملي مرة تانية. اشرحي مشكلتك للدرك. فكري مرة تانية. بقي لك أربعة أيام لتجيبي المصاري. أنا بدي إياكي تفكري مرة تانية. فكري مرة تانية. مرحبا ست زليخة، بعتت ماما زينو. ماشي دخليهم على المطبخ. يا ويلي يا ويلي، شو صار لك؟ تعي تعي قومي، خبريني شو صار لك؟ ما في شيء، شوية دوخة. جيب لك مي؟ لا، هلا بتروح. نفس اللي عم تدعي؟ لا. تأخرت شي؟ العمى شو فضولية أنتِ؟ اعذريني يا خالو، فكرتك حامل وانبسطت. ماني حامل، الدكتورة قالت فقر دم، ارتحتي هلا؟ يلا روحي على شغلك، ولا تخبري لي بالبيت مشان ما يقلقوا على الفاضي. حاضر يا خانو. Thank you.
اجل اللي قال لك هالحكي ما شو صار يعني يزعلك؟ شو صار يعني يزعلك؟ بعد ما كان غريبنا صار جاسوس علينا؟ روحي انت صيري تحت امره، كل هذا ما بيأثر فيكي؟ سكوت حقي رح تفوت بالزلمه. شوفي مينو هاد اللي عم يلاحقنا؟ ما بعرف يا آخر، أول مرة بشوف السيارة. نزل السلاح. وانت بأعرافنا وتقاليدنا هي اسمها قطع طريق. وبيعرفنا شو اسم الحكي بظهر العالم. عارف شو عم تحكي؟ عن مين حكينا نحن؟ علي. انت حكيت علي لأختي يا رجا آغا، دخلت بيني وبين عيلتي. انت اللي بزماناتك كنت بدك تقتلني. مظبوط، كان بدي. بتصدق لما كان بدك تقتلني كان فيها شرف أكثر من هاي؟ إذا هلأ بدك تحكي عن الشرف لازم تشتغل شغل فيه شرف. شرف الإنسان بالناس اللي ماشي معهم. هذا ما بيخصك. شرف الإنسان بالناس بشرف عدوه. باغ اسمح لي لحطه براسه. وقف. السلاح ما بينسحب على مين ما كان. ما حلكم تتعلموا؟ خليوني أوصو. خليوني أوصوني أحسن ما تطعني بكلامك بظهري. زماناتي لما كنت بدي أوصاك كنت رجال شريف يا حقي آغا، بس طريقك مو طريقي. لا عاد تطلع بوشي. بزمير البحر بنات، والبنات ريحة البحر جيمو، وريحة شوارع بحر وبنات جيمو. وهون غرفة نومكم. عجبتكن؟ حلوة كتير. بتجنن. أختك تولتها. ابني أعطاني كلمة، إذا بصير صلح رح يرجع لبيت أبوه. عند كلمتك مراد؟ إيه عند كلمتي. هيك بدي إياك. هالقسم من البيت كله إلكن، خدوا راحتكم فيه ولا تستحوا بنوه. البيت صار إلكن. العفو منك، بعد كل هالعذاب المتعذبين وجاي عم بتقلي انه البيت صار إلنا؟ شو هالحكي يا خانم؟ لا تعب ولا شيء، انا اللي بطلب العفو منكم. لك يا كنتي حاجه تقولي بقى انتو ونحنا.
أكبريتك هي بتمرض الواحد ها؟ معكن حق. ليك لهلا عم تفخمنا. عذروني. كل ما حكيت بزيد مراد ساعدني. لا تدخلي له. هذا الموضوع رح نحله بين أب وبنته. لما مات بابا كان عمري 5 سنين. إلي فترة طويلة كتير ما قلت لحدا بابا. هلأ صار عندك أم وليكو قدامك. الله من عنده بعدني لكون أنا أبوكي. فهمتي علي يا بنتي؟ فهمت بابا. سفرة جاهزة بابا. يلا لنشوف. شكراً، الغرفة كتير حلوة. شكراً، تهروها بالهنا. تسلم ابني. نشرب لنا شي كاس؟ نشرب بابا. قول لنا يحطوا عراء على السفرة. ماشي يلا. زلوخ، رحتي على الدكتورة؟ رحت. ايه شبك؟ احكي بنتي لا تجننيني. عم تقول شوية فقر دم وعطتني فيتامين وغيره. بس هيك يعني؟ ما في شي تاني؟ لا بابا ما في. تضربوا ما بتفشوا الغل. شفت ولد ما قدرتوا تجيبونا؟ Böyle susacak mısın? Ben gözlerine bakmaya geldim. Gözlerin karşısında susmaya. Biliyordum. Öyle emindim ki. Bir gece o sokakta yürürken karşıma çıkacağını. Hep bundan korktum. Korkmak mı? İmkansızı zorlamak diye bir şey vardır. Duydun mu? İmkansız olan sokakta karşına çıkmak değil. Yaşadıklarım. Geldiğin yerde bir hayatın var. Birçok insanın hayatı buna bağlı. O hayatları mahvederek bana gelme Cemal. Şurada sıkışan bir şey var. Bir gün patlayacak. Patlayınca gözüm başka bir hayat görmeyecek. Elimde değil, anlasana. Anlasana gülüm. İzmir yüzlüm, anla. Cemal yapma bunu. Bu iş böyle devam etmez. Mümkün değil, etmez. Gece gündüz, 24 saat. Uykumda bile dua ediyorum Allah'a. Bir gün elbet duyacak. Bir yerlerde bir şeyler olacak. Sen bilir misin ki ben evlendiğimden beri Zeliha'nın eşiğinden içeri adım atmadım. Yani siz, siz hiç... Asla. Cemal. Bunu istemeye hakkım yok ama hani şayet olur da beklersen beni... Beklemek? Çok mu zor? Zaten bekliyorum Cemal. Sen bil ya da bilme. İste ya da isteme. Önemli değil. Bekliyorum. Hep bekleyeceğim. Gelmeyeceğini bilsem de bekleyeceğim. Bir aşkı beklemek Cemal. Bir aşkın başında gözünü kırpmadan beklemek. Bazen tek başına bu bile... İpek dinle. Seni sevmek için sana ihtiyacım yok Cemal. Ama ben İpek... Ben yine de geleceğim. Duydun mu beni? İzmir yüzlüm, bak yüzüme. Duydun mu? Geleceğim dedim sana. Bir gece o sokağa yine geleceğim. O geceyi, o sokağa... Seni... Seni kimselere bırakmayacağım İpek. Mutlaka geleceğim. Mutlaka. Thank you.
عرفوا اجا فريد وشك كارلو. ست زينو في مستودع برات المدينة، الزلمة اللي اسمه عثمان وحقي آغا بيروحوا كتير على المستودع. هذا المخزن باسم مين؟ شخص ثالث ما بنعرفه. شو عم يصير هنيك؟ هي المشكلة، ما بنعرف يا خانوم. الطير ما بيقرب حوالين المستودع. الليلة الماضية حملوا كميون والكميون طلع بالليل. وما عرفت لي هذا الكميون لمين؟ لشركة شحن بديرها واحد اسمه سفر، أبوه من زلمتنا القدامة. الوقت اللي اسمه عثمان وين عايش؟ بالمدينة بأوتيل، بس ما كتير عم يمر، أكتر وقته بالمستودع. هذا الأوتيل معروف؟ معروف يا خانم. بتقول لرجالنا يراقبوا الأوتيل وبس يفوت عثمان على الأوتيل بتجي بتخبرني فورا، فهمت؟ جاهز بابا. عملت هيك لأنه المعازيم ما رح يكونوا كتار. بعرف. ليش بيخلوا الواحد يتهنى بشي؟ قال شو؟ كتاب بسيط. إذا الأغا بحد ذاته خليته يعمل عرس بلا طعمة، شو ضل بالله؟ رئيس البلدية رح يكون هون بالوحدة ونص، الكتاب بالتنتين. شو هدول؟ هدول إجوا من أوتيل حران مشان خدمة الضيافة. شان شو اجوا؟ ما سمعت. خدمة الضيافة. تضربوا انتو وضيافة، مدري من وين طلعتوا لي بهالموضة وهالفزلكات هاي بآخر زماناتنا. قرسون من الأوتيل ومدري شو. آغا. اجا زلمتنا السبع من جديد، احكي. آغا عائلة عكاش وصلت. يستنوا جاي. على راسي آغا. اجت عائلة عكاش ومعهم هذا اللي اسمه رمو. يلا امشي خلينا نحكي معهم. أولا باشين الصغ olsun. الله يسلمك يا آغا. صيبتكن كبيرة، الله يصبركن عليها. بس من الواضح إنه عكاش لسبب ما بعرفه ساوى شغلة من دون علمي وخلى شرفي يتوسخ. حتى لو اللي قتلوا عدوي أنا بس اللي بجازيه. الآغا بيعرف أغاويته والعبد حده. التدخل بشغل الآغا مو من حدود العبد. شو ما قلت معك حق يا آغا، راسنا بالأرض. عكاش لما قتل كمال كان معه واحد تاني. بدي اياه منكم، اسألوا دوروا، عطوني اسمه واتركوا الباقي علي. انت اخو عكاش بالدم؟ ايه يا اخ. لا تكون انت اللي عم ندور عليه. اعوذ بالله، مو انا. لكن ما بعرف. روحوا عرفوا مين. بالاذن يا اغا. رح وصل للضيوف. تفضل. خاطرك بنتي. مع السلامة. خاطركم. الله معكم. بقي لك 3 أيام زليخة، 3 أيام. شو راحوا؟ راح.
في شي ورا رمضة. توقع كل شي من هدول. بابا؟ مشان مصاري الجامعة. ماشي حكينا رح أعطيكي. لازمتني بعد بكرة. طمني يا بنتي. هلا هذا اللي شاغل فكرك؟ شوفي شغلة العرس كيف بدنا نمضيها. بيانو بيانو. بانتباه أكثر. أعلى معي. ماشي مدام. ديروا بالكم إذا بتريدوا. Türkçe'de bir laf var Sinameki. Duydun mu? Senin gibilere deriz. Beğenmemek için bahane arayanlara. Problem ilk partide çıkmaz Madonna. Yani genellikle. Endişen ne? Hakkı. Nasıl derler? Hırslı bir adam. Hırslı adamları severim. Yükseklere hep onlar tırmanır. Prima, prima. Bak Madonna, maymun ne kadar yükseğe tırmanırsa, çıplaklığı o kadar çok görür. Carlo, inanamıyorum sana. Sicilya atasözü. Alo. Merhaba Güneş Hanım, nasılsın? Her şey yolunda. Emanetleri aldık, daha iyi olduk. Seninle çalışmak bir zevk. Sadece çalışmak mı? Başka şeyler de var ama önce iş. Ne zaman görüşeceğiz? Çok yakında, ben seni ararım. Bizim gergedan orada mı? Burada. Niye sordun? Ulaha dikkat et de çarpıp bir şeyleri devirmesin ha. Tamam. Avansın gerisini havale ediyorum. Öğleden sonra hesabına bak. Sağ olasın. Çağ. Eyvallah. تعرف لك شي بياع ورد عثمان؟ بياع ورد؟ ليش عم تسأل؟ في عندي سبب. أهلا وسهلا فيكم. منروح منسلم على الضيوف؟ ماشي. عن إذنكم. هدول رفقاتك؟ هدول كلياتهم رفقاتي. هذا في إجازه. والله يا رجاء أغا، طلبنا منكم عرس للصلح وما عاد حدا هداكم. رئيس البلدية ما عاد لحق عليكم بالمرة. نحن مستعدين نتعب بس الناس يكونوا مبسوطين. يا سيدي من حظك، من شان الانتخابات. يا ترى جيتي لأورفا من قبل؟ لا، هي أول مرة. ما حدا بيعرف اللي عم يجي لهون ما عم يقدر يروح. ايه شو هاد يا سيد مراد؟ دائما تحسن الاختيار. تسلم كلك ذوق. شو هاد؟ شو هاد؟ اللي تزوق حملوه زدته برا. عمك ما هيك؟ لا وحطه بالصدر كمان. خالته أوليف؟ محمود. إجا محمود. يا روح قلبي أنت. ألف مبروك إن شاء الله. أنت رفيق عمري. أهلا وسهلا. مبروك عمو مراد. شكرا لأنك إجيت، بسطتنا كتير. أهلا وسهلا مروة. مرحبا مجرود.
فينا نبدأ بكتب الكتاب؟ ايه طبعا. ضيوفنا المحترمين، ننتقل لكتب الكتاب. العروسين والشهود لو سمحتوا يتفضلوا. يلا. أغا، لمين بعثت الورد؟ لا تهتم. شخص مهم؟ قلنا لك لا تهتم. أكل هم. أحياناً مخي بيوقف عن التفكير. لا تتعلق بالماضي وتطلع لقدامك، قدامنا مفتوح. قاعد عم تحكي مثل البصارات ولك. ومنضرب بالمندل إذا بدك. بالماضي أنا كمان كنت بعرف شغلات، وشغلات آمنت فيها. كنت أقوم الدنيا وما قاعدة من شانون، بعصب، وإذا حكيت كلمة بكون قد كلمة. إيه؟ عم بتذكر الكلام اللي كنت قوله وما نفذته. يا ترى أنا لو كنت مثل قبل، هالزواج كان صار اليوم؟ أي زواج؟ ولا شيء. هلا صار بيشبه العرس. يعني عملت اللي براسك ما؟ مراد يا سبع، تجوزتها لهديك الانجليزيه بالكنيسه، قلنا هيك العاده ببلادهم وما فتحنا تمنا، وهلا بدك تتجوز على كيفك. وانتو يلا عاد يلا. ماما زينو بدها اياكي هالمره. رح نمرقها بخاطركم. مع السلامه نعمه خان. الله يسعد هالولاد ويهنيهم. امين حبيبه قلبي. بكره بشوفكم بجي لعندكم. ماشي ماشي ان شاء الله. اخذكم بوسه الي كمان. مبروك. مع السلامه. يلا يلا يا ولاد. ميدان استني شوي. ان شاء الله. الف مبروك يا مراد. الله يبارك يا مراد. تسلم وشكرا. مبروك. شكراً لأنك جيتي. هذا أقل من واجبي. أنت أصيلة، وحدة غيرك ما كانت اجت أبداً.
ورجيتيني شهامتك وضليتي كبيرة، وجازك كمان طلع كبير لأنه خلاكي تيجي. عن جد خجلتونا زليخة. شكراً على كل شيء عملتي. ايه عن جد شكراً زليخة. كل شيء كان كتير حلو. من زمان وأنا حابة أتعرف عليك. شوفي إمتى إجا النصيب يا ست زينو. إذا إجاني بنت رح سميها ألف. إن شاء الله. سمعت اسمك كتير عقد ما كانوا يحكوا عنك، لو شفتك بالشارع لا أعرفك. متذكرة أول يوم شفتهم فيه كأنه مبارح بهالصالون، كنا جايين من جنازة المرحوم كمال وكلياتنا مدججين بالسلاح، وفوقها كمان مقطوع الكهرباء والكلاب عم تنبح برا. في واحد من الرجال شغل المولدة، فتنا لجوا طلعنا هيك. كانت أليف إلها ساعات ناطرة وولادها متمسكين فيها من الخوف. بالأول كنت حسدك محمود، كنت أقول على القليل اللي بيعرف أبوه ولو كان ميت، كنت أقول يا ريتني بعرف أبي. وبالآخر عرفنا. إيه وأي معرفة. بالمختصر المفيد، أبي عايش بس منعتبره ميت حتى ولو شرب إكسير الحياة. ولا يهمك مجرود، بعرف الشغلة صعبة بس لا تحط ببالك، بالآخر عرفتوه بعد أن سالي هالقصص وفكر بفنارك المبهدل. شو صار له الفنار؟ لك هذا الفنار درجة ثالثة زيادة عليه. أنت واحد ما بتستحي، خدها يا ماما. خلاص هاي كمان ماشي ماشي عفرين له. ايه خود لكفات. اهلا وسهلا. اهلين. كيف كان المعرض؟ متعب. جوعان؟ اكلت وانا ناطر الطيارة بالمطار، بدي اتدوش ونام. Sana temiz havlu getirmiştim. Ya kapıya bıraksaydın? Utanman gerekmez. Ne de olsa kocamsın. Cemo. Evet. Zamanı gelmedi mi? Hangi zaman? Karın olmak istiyorum Cemo. Sahiden karın olmak.
Bunu daha önce de konuştuk. O çok önceydi. Bir şey değişmedi. Cemo. Olmaz Elia, yapamam. Kalbin başkasına aitken seninle olmaz. Daha ne kadar başkasına ait kalacaksın? Ölene kadar. Ve de öldükten sonra. Dünya durdukça. Beni bekleme Zeliha. Hiç bekleme. Biz evlendik mi? Üstelik rüyada değil. Hayır. Üstelik Urfa yerinde duruyor. Kıyamet de kopmadı. Bana en sık söylediğin cümleyi hatırlıyor musun? Her şey düzelecek, her şey yoluna girecek diye. İşte o an. Seni seviyorum. Sana aşığım Elif. Adı aşk olan kadın. Aşığım sana. خلد كسر لي هاي. لا تبعد قرب. مو هيك تمسك هاي. تنمسك؟ محتال مثل عادتك. تعال تعال يو. يلا. ليش عم تحرك؟ هيك. ضربي لشوف. خلد لشوف. انكسرت تبعك. يلا كمان. حبابي اعملي اياها مرة ثانية. اوخ. ما اشتقت لي؟ ويلي بقى لزك. يا الله يا ليلى راحت البيضة بسببك. سلقنا كرتونة بيض فيك تاخد غيرها وغيرها. ليكي هاد ليكي صار مخرب 10 بيضة. مروة مجد حاجتكم ولدني بقى. ما كانوا هيك بالبيت ابدا. تركيهم ينبسطوا. الحقيقة أنا مشتاقة كتير لضجتهم. كيف تحملتوهم كل هالوقت ما بعرف. والله إذا بديك الصراحة هنن اللي تحملونا. أهلا وسهلا ست أليم. مرحبا. وينكن؟ أنا أجيت. شو يا عروس مبكرة؟ كيفك يا عمري؟ منيحة ماما. أهلين بنتي. أهلين ماما. مرحبا. أهلين. كيفك ماما زينو؟ شو لسه ما جهزتوا حالكن؟ ماما تأخرتوا على الطيارة، بتعرفي قديش الساعة؟ أنا قايمة، يلي بده يضل يضل. ماشي ونحن أمنا. لا تواخذونا أمنا عن الأكل هيك فجأة. وشو هالشغلة؟ منيح اللي شفناكن، عيدوها كمان. إن شاء الله، يلا يا ولاد يلا امشوا. شكله رح ينزل المطر. يلا بخاطرك ماما زينو. مع السلامة بنتي، الله يكون معك. الله يسلمك. وصلون على المطار؟ لا شكرا أنا بوصلهم. ركاب اسطنبول يلا استعجلوا خلصونا. مع السلامة مروة. وأنا رح ودع ضيوفنا وروح من هنيك على البيت ماما زينو. ماشي بنتي. يلا بشوفك محمود. وأنا وجاية مرقت على البيت، إيدال ما كانت. بعرف. وينه؟ بالمطار. عم بتودع أم خالتها أليف وولادها. إيدال راحت على عرس أليف ما هيك؟ راحت. راحت على بيت قاتل أبونا؟ ما فيها ما تروح، هي الشاهدة. وما لقوا شاهد تاني غيرها؟ أنت ما قلت لها ما تروح؟ إذا بدها تروح بتروح. يعني أنت قلت لا تروحي، وهي قالت لك لا بدي روح. أختي، شو رأيك تروحي تناقري مع جوزي؟ أنت بدك تعلمني مع مين اتناقر؟ شو صار بشغلة الدكتورة؟ عم نروح. عم تلاقوا فايدة بقى؟ راح نشوف. ايه. اختي حاجة. فتح عيونك قبل ما ينقطع نسلنا. كل شي عم تقلك يا كذب كذب. المرة ما منا فايدة. شو بيعرفك انت؟ من وين بتعرفي؟ أمن على حالك قبل ما تروح عليك. وكيف بأمن حالي؟ بدك ياني جيب ضرة لإيدال؟ والله انت أدرى.
لك قليلي انت بأنو عصر عايشه؟ اه كانك جاي من عصر النحاس. صاير لسانك طويل. عمرتك مالك حكم، بس علي بتعمل حالك زلمه. تصطفل منك الى رايحه؟ طبعا خلصتي شغلي، اجيتي نزعتي لي نهاري وهلا رايحه على بيتي. فر بيني قربتي.